مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي جمعتنا مع فقرتنا الدينية الأسبوعية، والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم كده من شوية ان احنا عندنا النهاردة فقرة مميزة جدا ليها علاقة بيوم الجمعة. دايما كده لما بنبتدي يومنا مع حضراتكم يوم الجمعة بنقول ايه؟ جمعة مباركة. حتى لما انا يعني برحب بضيوفي الكرام من الشيوخ الأجلاء اللي بيكونوا منوريني في استوديو صباح البلد بقول لهم برضو جمعة مباركة. طيب فضل يوم الجمعة ايه؟ هي احب الاعمال اللي ممكن نتقرب فيها من ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة. تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها من ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني احد علماء وزارة الاوقاف. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى جمهور المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. دايما بنقول جمعة مباركة ودايما بنستبشر بيوم الجمعة، وخصوصا ان احنا هنعرف بالتفصيل من حضرتك دلوقتي ان في ساعه اجابه يوم الجمعه. ايه هو فضل يوم الجمعه فضيله الشيخ، وكيف ممكن ان ننهل من الموسم الاسبوعي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كده مواسم طاعات، ده موسم اسبوعي، فازاي ننهل من فضله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الجمعه من الايام الهامه جدا. احنا عندنا الاسبوع 7 ايام. ربنا سبحانه وتعالى هدانا ليوم الجمعه، ويوم الجمعه من اميز واهم الايام، لأن في حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يبقى أفضل الأيام على الإطلاق أيام الأسبوع يوم الجمعة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى هذا اليوم. احنا في 3 حاجات بس هنخرج بيهم عن الموضوع ربنا هدانا ليهم. الأمر الأول يوم الجمعة هدانا الله إليه واختلفوا فيه. بعض الخلائق قالوا ده ربنا خلق الدنيا في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. الكلام ده طبعا كبر كلمة تخرج من أفواههم. يبقى أول حاجة يوم الجمعة ربنا هدانا إليه وهم اختلفوا فيه. تاني حاجة القبلة اللي هي رمز الوحدة والاجتماع بين المسلمين، برضو ربنا هدانا إليها واختلفوا فيها. الحاجة الثالثة قولنا كمسلمين خلف الإمام آمين. وكلمة آمين دي دعاء بمعنى استجب يا رب، يعني أدي معنى كلمة آمين. يا الكلمة دي معناها استجب يا رب، وكأننا بنقول يا رب يعني بعد هذا الدعاء استجب لإيه؟ لكلام الإمام اللي بيقوله اهدنا الصراط المستقيم، اللي هي الدعوات اللي بيدعيها الإمام، لأن الفاتحة دعاء يعني. فقولنا خلف الإمام آمين ديت برضو من الحاجات اللي ربنا ميزنا بيها. وعندنا برضو ملاحظة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. الله، ده يعني ده حديث إيه؟ ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان بعض الناس ايه، اول الشيخ ما يقول ولا الضالين هو يقول امين، وفي واحد يقول امين يقعد يمضي فيها طويلا. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين الاجتماع والجماعة، وان احنا نكون كلنا على قلب يعني رجل واحد في وقت واحد. نعم. يعني فضلت الشيخ قصد حضرتك كلها حركات مد واحدة مع بعضينا. فعشان كده الحديث بيقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يبقى عندنا 3 حاجات ربنا ميز المسلمين بيهم. أول حاجة يوم الجمعة. تاني حاجة اجتماعهم على قبلة واحدة. تالت حاجة اجتماعهم على كلمة واحدة خلف الإمام اللي هو كلمة إيه؟ كلمة آمين. يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس. ليه؟ يعني دي علامة استفهام بنسأل بعضنا. ليه؟ النبي بيجاوب بيقول فيه خلق آدم. يبقى الحاجات دي كلها عشان كده ربنا خلى يوم الجمعة يوم مميز. فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه يتوفى الله آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. الحاجات المهمة دي هنقف يعني بسرعة شديدة عندها، بس ساعة الإجابة دي عايزين نستطرد فيها شوية فضلت الشيخ. يبقى يوم الجمعة مميز ليه؟ لأنه يوم العيد ويوم الاجتماع كلنا بنجتمع. صحيح. وفي عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الجمعة، وهنقول برضو يعني ايه الآيات اللي اتكلمت عليها بعدين. بس عندنا يوم الجمعة يوم مميز لأن في أحداث مهمة جدا ربنا عملها في هذا اليوم. أول حاجة أن ربنا خلق أبو البشرية آدم في هذا اليوم. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما آدم عصى ربه وغوى والشيطان غواه ربنا يعني أنزله من الجنة في اليوم الجمعة.
تالت حاجة ربنا تاب على آدم في يوم الجمعة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى التوبة دي كانت يوم الجمعة. رابع حاجة إن ربنا حينما توفى آدم توفاه يوم الجمعة. عندنا بقى الجزئية المهمة، فيه تقوم الساعة. صحيح. يعني يوم القيامة هتقوم يوم جمعة. هتقوم يوم جمعة. طيب إمتى؟ في علم الله. ونعم بالله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى دي في علم الله. ولكن في حديث يخوف شوية هنقوله بس عشان يعني نتعظ. الحديث بيقول بأن كل ما من دابة إلا وتفزع يوم الجمعة من صبيحتها إلى نهاية اليوم. أي دابة بتفزع ليه؟ على خوف. بتفزع من إيه؟ بتفزع خوفا من النفخ في الصور يوم الجمعة وقيام القيامة. إلا الثقلين الإنس والجن، إحنا اللي قلبنا جامد شوية، الإنس والجن ما بنسألش. إنما كلمة فيه تقوم الساعة المفروض تخلينا نفكر، المفروض تخلينا يعني على استعداد لهذا اللقاء. يعني ممكن في أي يوم جمعة تقوم الساعة، تكون القيامة وتكون الساعة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن كل الدواب اللي على الأرض بتفزع إلا الثقلين اللي هم الإنس والإيه والجن. طب اسمح لي فضيلة الشيخ أتوقف في نقطة صغيرة هنا. نعم. قبل ما ننتقل للنقطة التانية اللي قلت حياتك نستطرد فيها وهي ساعة الإجابة إن شاء الله. في بعض الناس يعني يقول لك إيه، أصل لسه علامات الساعة الكبرى كلها ما حصلتش. نعم. يعني لسه شوية، يعني هل ده يجوز إن إحنا نقوله أصلا؟ خلينا نقول بإن إحنا مطالبين بالحكمة والعقل أن نعمل للآخرة كأنها تأتي بعد لحظة، وأن نعمل للدنيا كأننا نعمر فيها طويلا ونعيش فيها أبدا. فالعقل والحكمة بتقول إيه؟ بتقول لا تأمن مكر الله، والأجل في علم الله، والأجل غيب لا يعلمه إلا الله، والأجل يأتي بغتة ويأتي مفاجئ. وإذا مات الإنسان قامت قيامته وكانت الساعة. يبقى بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الدواب وكل المخلوقات يوم الجمعة من الصبح من الفجر في فزع، منتظرة لحظة النفخ في الصور، منتظرة لحظة يوم القيامة. عشان كده النبي قال لنا في حديثه عن يوم الجمعة قال فيه تقوم الساعة. مش بيقولها لنا الجملة كده، لا، ده بيقول لنا عشان نعمل حساب، نستعد نعمل حساب هذه الساعة وهذا اللقاء. الجزئية في عجالة شديدة الأخيرة اللي النبي قال عليها، قال وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. طالما أنا بدعي بالخير ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب. الساعة دي إمتى؟ دي ناس كتير قوي يعني تختلف فيها، يقول لك ما بين العصر والمغرب، هي الساعة اللي قبل المغرب. يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك الساعة دي إمتى. العلماء فيها زي حضرتك ما تفضلتي لهم آراء كتيرة جدا. وقالوا يعني في رأي من الآراء إن هي لحظة الخطبة بتاع الشيخ والإمام، اللي هي لحظة الصلاة، يعني لا بتسبق الإيه، بتسبق الصلاة. الرأي الثاني قال هي الساعة الأخيرة بعد العصر، يعني بعد العصر كده، من قبل المغرب، من بعد العصر لغاية قبل المغرب هي آخر ساعة. خلينا نقول إن ربنا أخفاها لحكمة، لاجتهاد. ساعة الإجابة مخفية طوال اليوم لحكمة، عشان نكون يوم الجمعة في موصولين دايما في بالله، في معية الله، في موصولين بالله، في طاعة لله دائما، بندعي ربنا على طول، بنقول. وخد بالك ان لو الدعوة بتاعتك كانت دعوة خير، يعني ما فيهاش اسم، ما فيهاش خطيئة، ما فيهاش قطيعة رحم، ما فيهاش بقى يعني سباب وشتائم لحد، ما انتش متضايق من حد وبتقول يا رب اعمل فيه واعمل فيه. لو ان الدعوه دعوه خير مستجابه، لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام حق وصدق، قال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير الا استجيب له. فاحنا بنكثر من الدعاء في يوم الجمعه، بنكثر من الكلام الجميل الطيب، لربما تكون
النفخة والساعة في يوم الجمعة ولحظة الإجابة. طب بذكر حضرتك ليه إن إحنا بنكثر من الدعاء؟ نعم. أيضا علماءنا الأجلاء بيتحدثوا عن فضل الصلاة على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. كلمنا عن هذا الأمر فضلت دي من شيء. الأعمال الجميلة اللي إحنا كمسلمين مطالبين بها أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وفي يومها فإن صلاتكم معروضة علي. يعني إحنا لازم نحط في اعتقادنا ويقيننا بأن صلاتنا تعرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. حتى الصحابة تعجبوا وقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يعني الأرض أكلت اللحم بتاعك وأنت في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فخدوا بالكم، فضل الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عظيم جدا، وينال أهمية كبرى في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وحط في اعتقادك يا أخي المشاهد، أخت المشاهدة، حطوا في اعتقادكم بأن أما أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها ويرد عليك بلسانه، لأنه قال صلاتكم تعرض علي. قالوا وكيف وقد أرمت، أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي كل مرة أقول اللهم صل على النبي محمد أو على آل محمد، ربنا تبارك وتعالى يصلي علينا بها 10 مرات. ومعنى يصلي علينا ربنا يعني بيرحمنا وبينزل علينا من الرحمات بمقدار هذه الكلمة 10 مرات. فصلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السنن الواجبة في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم، يوم اجتماع المسلمين، يوم عيد المسلمين، يوم التقاء المسلمين جميعا على الطاعة وعلى العبادة. دي أكتر حاجة ممكن تحمسنا فضيلة الشيخ لمجرد الخيال بأن احنا لما بنصلي على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو بيرد علينا الصلاة. طيب يا رب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة لي حياتك قلت طبعا هو يوم عيد للمسلمين. نعم. واجتماع صلاة الجمعة. نعم. صلاة الجمعة هي فرض يعني على. نعم. الرجال والشباب. نعم. ولكن هي ليست فرض على السيدات. جميل. ده ملاحظة فقهية جميلة. نعم. فمن يتخلف عن صلاة الجمعة فضيلة الشيخ يعني، وفضل صلاة الجمعة حتى لا يتكاسل البعض يعني. نعم. أيضا في هذا اليوم المبارك. خلينا نقول إن في حديث برضو عشان بينظم العملية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة واجبة إلا على 4. الجمعة واجبة إلا على أربعة. عبد مملوك، ودي مش موجودة يعني، كان زمان. كان زمان المماليك وكده. عبد مملوك لأنه حريته مش مقيدة. في يده مقيدة. واجبة إلا على 4، عبد مملوك أو امرأة، وبرضو هنقف عندها يعني هنكمل فيها. أو صبي غير بالغ اللي هو مش لا لسة. يميز يعني. أو مريض، يبقى الجمعة بتسقط عن الأربعة دول. ومش معنى انها لما قال او عن امراه المراه ما بتصليش، لا بتصلي الظهر طبعا. طيب لو شهدت الجمعه او الجماعه فده برضو جائز براي العلماء ولا شيء فيه، ولكن قد يكون الاربعه دول لحكمه. العبد المملوك حريته مقيده زي ما قلنا. المراه كي لا تزاحم الرجال في المحافل، احنا بنقول ده محفل ويوم عيد صحيح، وبنخرج مجتمعين في هذا اليوم. فهو أراد الإسلام أن يصون المرأة وأن يجعلها كجوهرة مكنونة مصونة، فكلا تزاحم الرجال في المحافل وفي أعيادهم وفي اجتماعاتهم، فأسقط الوجوب الجمعة عن المرأة ولا أنها تصلي صلاة الظهر. والصبي ده إنه غير مكلف صحيح، لسه ما وصلش إلى مرحلة التكليف. والمريض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس على المريض حرج. يبقى دول الأربعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عداهم الجمعة واجبة في حق. واجبة يعني لازم يؤديها. طيب لو أنا تركتها صحيح، لو أنا تخلفت عنها، قال تخلفت عنها بغير عذر يسود ثلث القلب،
يسود ثلث القلب. يعني احنا عارفين ان القلب ده وعاء، اما انه الوعاء ده زي الكوباية مملوءه بالخير او مملوءه بغير الخير. صحيح. طيب انا بملاها يوم الجمعه بالخير، الجرعه الايمانيه اللي باخدها من الموعظه بتاع الشيخ، من الخطبه، بملاها بالتقاء الاحبه، بملاها بمصافحه الناس كلها في المسجد. طيب انا بملاها بالخير، لو انه تركها جمعه واحده يسود ثلث القلب، لو تركها الجمعه الثانيه يسود الثلثان، الجمعه الثالثه اللي ربنا قال عليها بقى كلا بل ران على قلوبهم، بيطمس على القلب بسواد ورين، فيحجب القلب عن الخير ويحجب عن الطاعه. عشان كده بقول لا تترك الجمعه بغير عذر. ده ربنا سبحانه وتعالى لما قلنا في اول الحديث عمل سوره اسمها سوره الجمعه. صحيح. قال فيها ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. كلمه فاسعوا دي فاسعوا بتديني معنى الخروج بسرعه شديده والخروج في جماعه. صحيح. فاسعوا ده جماعه، مش فقال فاسعى فاسعى، ما قالش فاسعى الى ذكر الله، قال فاسعوا الى ذكر الله، معناها ان دي يوم الجماعه، يوم الخروج في جماعه، يوم التقاء المسلمين جميعا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذكر الله. في اي حاجه بنقول اخرج وامشي فيها، انما دي قال السعي، السعي ده اللي هو يعني يفوق المشي يعني وبهمه ونشاط وسرعه. صحيح. عشان كده ربنا ميز يوم الجمعه بالتقاء كل العالم المؤمن الطائع اللي بيخرج لطاعة الله سبحانه وتعالى في مكان واحد وعلى قلب رجل واحد طاعة لله عز وجل. طب فضيلة الشيخ، صحيح ان اللي بيتخلف عن او بيترك صلاة الجمعة لمدة 3 مرات لا يقبل له شهادة؟ لا، خلينا نقول بان ديت في يعني في عرف الفقهاء بيعتبر يعني انه يعني اثر في طاعة الله، يعني من هذا الباب يعني أثر في طاعة الله، وبما أنه أثر في طاعة الله يبقى شهادته برضه بين القبول والرد. فعشان كده ما بيرضوا يعني بيحطوها يعني في هذا الجانب. زي الفاسق، الفاسق يمين الفاسق لا يؤخذ به لأنه اعتاد الفسق واعتاد كذا، فإذا تخلفوا عن هذا الأمر من باب يعني من باب الشهادة يعني. طب فضلت الشيخ أخيرا، يعني حضرتك عارف طبعا فضله، وتعلمنا من حضرتك الكثير عن فضل قراءة القرآن عموما. نعم. لكن هناك فضل لقراءة سورة الكهف. نعم. في يوم الجمعة. نعم. كلمنا عن هذا الأمر. نعم. أيضا يوم الجمعة من الأيام الجميلة وله أعمال كثيرة، يعني احنا قلنا منها الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا نقرأ سورة الكهف، لأن عندنا الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب، ده حديث. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم ترتكب الكبائر. يعني برضو عشان يبقى الاحتراز بنقوله في الحديث، يعني ما لم ترتكب الكبائر. ولكن احنا عندنا برضو من الأعمال اللي بتميز يوم الجمعة وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليها ونبهنا إليها، أن نقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لو ما تمكنتش تقراها من ليلة الجمعة، لأن يوم الجمعة بتاعنا مميز أنه بيبدأ من ليلة الجمعة. لو ما تمكنتش بتقراها يوم الجمعة، طيب إيه الثواب اللي بيعود علينا من قراءة سورة الكهف؟ قال من قرأه كفاه الله هم الأسبوع كاملا. يعني لو أنا قريت سورة الكهف ربنا يكفيني الهم طوال الأسبوع إلى أن أقرأها في الأسبوع القادم. عشان كده من السنن أن نقرأ سورة الكهف، فثوابها عظيم وفضلها عميم، ومن قرأها يكفيه الله هم الأسبوع كاملا حتى يصل إلى الجمعة القادمة. يعني ربنا يتقبل من حياتك فضيلة الشيخ، ويتقبل منا جميعا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا اليوم المبارك وفي سائر الأيام المباركة، وخصوصا احنا في شهر رجب، وواحد من يعني أعظم الأشهر الحرم.
اليوم. نعم. ربنا يتقبل من حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني احد علماء وزارة الاوقاف. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، وما فيش افضل من ختام هذه الفقرة بالصلاة على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. بشكر حضراتكم جزيل الشكر. من فقرتنا الدينية هنروح لفقرتنا المخصصة للأطفال الإسبوعية مع زميلتنا حنان المطعاني، ودايما الحقيقة بتبهرنا بمواهب جديدة من أطفالنا. ربنا يحميهم وكل المستقبل الجميل ليهم إن شاء الله.